شركة الصناعات المعدنية حديد. تقع منشأة حديد في ريف دمشق، المدينة الصناعية بعدرا. تعتبر من أكبر وأضخم المنشآت الصناعية في المنطقة. المعمل مجهز بأحدث وأرقى التكنولوجيا الموردة من قبل شركة دانيل الإيطالية المرموقة عالمياً في هذا المجال، وبطاقة إنتاجية تصل حتى 800,000 طن سنوياً من البلت المنخفضة والمتوسطة الكربون. رحلة الإنتاج تبدأ من منطقة تخزين الخردة، حيث تجمع خردة الحديد في ساحة كبيرة خاصة. يتم فحص الخردة بواسطة جهاز كاشف للإشعاعات الضارة قبل دخولها إلى عنابر التخزين. توجد سيارات خاصة لنقل الخردة إلى المنشأة، ثم يجري فرز الخردة إلى عدة فئات، وذلك وفقاً لكثافتها ومحتواها الكيميائي، إلى جانب فصل الشوائب غير المعدنية عنها كالزجاج والبلاستيك وغيرها، حرصاً على جودة عملية الصهر من الناحيتين التشغيلية والكيميائية. يتم ملء سلال خاصة بالخردة باستمرار بواسطة روافع جسرية متطورة مزودة بمغانط مناسبة أو كباشات. هذه السلال تنتقل محمولة على عربات مزودة بنظام لتحديد الأوزان، وتسير على سكك لتصل إلى فرن الصهر. معمل الصهر ميتشوب. هنا فرن الصهر بالقوس الكهربائي Electrical Arc Furnace EAF، حيث يتم استلام السلال المحملة بالخردة وتنقل بواسطة رافعة جسرية ليصار إلى تفريغ محتواها في فرن القوس الكهربائي الرئيسي EAF. بعد ذلك تبدأ عملية الصهر من خلال توليد قوس كهربائي ثلاثي الطور يتشكل بوساطة 3 إلكترودات، حيث تحقن باستطاعة كهربائية تقدر ب70 ميجاوات، الأمر الذي يرفع من درجة حرارة الخردة بمعدل 50 درجة مئوية بالدقيقة وصولاً إلى مرحلة الانصهار. تتألف كل صهرة من عدد من السلال، وبزمن صهر إجمالي يقدر ب50 دقيقة، وبوزن صهر وسطي 90 طناً. خلال هذه العملية تطفو الأكاسيد غير المنصهرة الخبث سلاك على سطح المصهور، ويتم إخراجه بالإمالة عبر فوهة جانبية مخصصة لذلك وبطريقة آلية، حيث يتجمع تحت الفرن، ومن ثم يتم نقله إلى المكان الذي سيجمع فيه ليبرد ويعاد تدويره. يتم أخذ عينة عن طريق جهاز أخذ العينات Sampling Device، ليتم من خلالها قياس درجة حرارة المصهور ونسبة الكربون فيه
وليتم على أساسها إضافة الكلس والكربون وضخ غازات من خلال الحواقن الست الموزعة على محيط الفرن، وذلك لتحسين عملية الصهر وضبط نسبة المواد المضافة في المصهور. بعد صب المصهور يتم نقله من الفرن الرئيسي EAF إلى الفرن الثانوي لدى الفورنس LF أو فرن المعايرة عن طريق بوتقة مسخنة مسبقاً بواسطة لهب الغاز، حيث يتم في هذا الفرن معايرة النسب المئوية للعناصر الكيميائية للخليط المصهور وفقاً للمواصفات العالمية القياسية المطلوبة. كما توضع مواد الإضافة لتحسين مواصفات المصهور، حيث تؤخذ عينات بشكل أوتوماتيكي ودوري إلى مخبر مجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات اللازمة لذلك، وعلى ضوء نتائج التحليل يتم ضبط نهائي لتلك النسب. يتم التحكم بكامل العملية الإنتاجية عن طريق نظام أتمتة متكامل. بعد انتهاء عملية المعايرة بإعطاء الموافقة المخبرية، تحمل البوتقة من فرن LF بواسطة رافعة جسرية إلى آلة الصب المستمر Continuous Casting Machine CCM، والتي يتم من خلالها توزيع المصهور إلى قوالب الصب Molds، التي يتم فيها تصلب المصهور وإعطاء الشكل والمقاس النهائي لمقطع البلات. يسبق عمليات الصب التدقيق النهائي على سلامة القوالب التي ستعطي الشكل والمقاس النهائي لمقطع البلات، كما يتم التأكد من جودة المواد العازلة الحرارية الخاصة بالفرن. يبدأ الصب في القوالب بعد أن تم حمل البوتقة من الفرن بواسطة رافعة جسرية. يتم التحضير لاستلام المنتج النهائي بشكل مؤتمت وآلي، حيث يتم التحكم بالعملية الإنتاجية عن طريق الكمبيوتر. بداية ظهور المنتج البلت وهو بحالة توهج. يتيح نصف قطر دائرة آلة الصب المستمر الصب بسرعات عالية، ما يرفع من استجابة الإنتاج لطلب السوق بأقصر وقت ممكن. كما توفر آلية الصب مجالاً واسعاً من مقاسات البلت، والتي تتراوح في المقطع ما بين 120 في 120 ملمتراً إلى 160 في 160 ملمتراً، وفي الطول ما بين 6 أمتار إلى 12 متراً. يتم قص البلت بمقاطع وأطوال مختلفة حسب متطلبات السوق، ويتم قص البلت آلياً بواسطة اللهب، وغالباً القص يكون بطول 12 متراً. ونتيجة انخفاض درجة حرارته يتغير لون البلت من اللون الأحمر إلى الأسود. تبدأ عملية تخزين البلت بشكل مرتب ومدروس. تبدأ الروافع الجسرية الحديثة المجهزة بمغانط مناسبة بنقل البلت ليصار إلى ترتيبه وتخزينه. توضع دلالات خاصة على البلت لتميزها عن الدفعات السابقة واللاحقة من الإنتاج. تحمل البلت على سيارات خاصة لنقلها إلى الزبائن. انطلاقاً من إيمان مجلس إدارة الشركة في الحفاظ على البيئة، فقد تم تزويد معمل الصهر بمحطات مساعدة ومتطورة، كمحطة معالجة الدخان المتطورة في هذا المجال،
والتي تعالج كل الأبخرة والغازات المنبعثة أثناء العملية الإنتاجية قبل طرحها إلى الهواء الجوي، وذلك وفقاً للمعايير البيئية العالمية. وأيضاً محطة معالجة المياه، والتي بفضل تقنيتها المتطورة تساهم في تحسين جودة العملية الإنتاجية، إضافة إلى عملية ترشيد استهلاك المياه. وهناك أيضاً محطة فصل الغازات، والتي تقوم بفصل الغازات من الهواء الطلق، وتقوم بإنتاج كل من الأكسجين، الأرغون والنيتروجين بحالتها السائلة والغازية، وتقوم بتزويد المعمل بما يحتاج من الغازات، ويسوق الفائض إلى الأسواق. هناك أيضاً محطة الغاز السائل، حيث تؤمن الغاز اللازم للعملية الإنتاجية وفقاً للشروط والمواصفات العالمية. الجدير بالذكر أيضاً أن المصنع يتغذى بالطاقة الكهربائية عبر محطة تحويل متطورة سبستيشن باستطاعة إجمالية تقدر ب 125 ميجا فولت أمبير. تلك المحطة مزودة بتجهيزات حديثة SVC لرفع عامل الاستطاعة المستجرة من الشبكة الكهربائية العامة بتخفيض تأثير الاستطاعة الردية. تطبق المنشأة أنظمة سلامة مهنية صارمة لحماية جميع العاملين في بيئة العمل. الاهتمام بموظفي الشركة من إحدى أساسيات وأهداف نجاح العمل في شركة الصناعات المعدنية حديد من خلال المطاعم وتقديم الوجبات المتنوعة، وأيضاً وجود عيادة طبية متكاملة ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية. هناك اهتمام خاص برعاية زبائن شركة الصناعات المعدنية حديد وكسب رضاهم من خلال تدريب موظفي الشركة على الاهتمام بالزبائن وتسهيل إجراءات ومستندات البيع المختلفة وتسليم البضاعة. إجراءات دخول الشاحنة التي ستحمل بالبضاعة إلى الشركة، حيث يتم تسجيل كامل البيانات الخاصة بذلك وتسجيل حمولتها فارغة استعداداً لتحميلها بالبضاعة. إجراءات خروج السيارة المحملة بالبضاعة من المعمل. قبل خروج السيارة من المعمل يتم وزن الحمولة بواسطة قبان إلكتروني حديث ومعاير أصولاً وبشكل دوري من قبل الجهات الحكومية المختصة بذلك. إنها شركة الصناعات المعدنية حديد، ارتقاء في الصناعة الوطنية، ارتقاء في الجودة.